السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جايب لكم النهاردة فيديو جميل وقصص جميلة جدا في الفيديو ده عشان تبقوا عارفين. أولا ده اسمها إيه؟ اسمه بقسماط أو ودي اسمها أرائش بالعجوة أو مخبوزات بالعجوة. خلي بالكم بقى معايا. وإحنا طبعا جايبينها من المكان الجميل ده اللذيذ ده أهو فينيسيا. بس أنا عايز أقول لكم قبل ما ندوقه أقول لكم القصة، قصة جميلة جدا وأوعوا حد يمشي. والله العظيم والله العظيم احنا جايبين الحاجات ديت بكام؟ الحاجات دي تيجي ب 170 جنيه، الحاجات دي الثلاث حاجات دول ب 170 جنيه تقريبا. خلاص؟ ايه اللي انا عايز اقوله لكم؟ كانت امي الله يرحمها، كانت امي الله يرحمها والله العظيم زي ما بقول لكم كده، كانت تعمل يا جماعه مثلا 15 كيلو 12 20 كيلو ممكن 50 كيلو من البتاع دي، من البقسماط دي بالبتاع وتعمله. وكان جنبنا هنا فرن، الفرن بتاع ناس طيبين قلت وبيلي عمك سعد وبيلي الله يعطيه العافيه، كان الفرن يخلص فده يدخل بقى ايه بعد ما العيش يطلع من الفرن سيجان، سيجان كبيره كده صمغه كده، ونعبي وتعبي ويود وتعبي ويود ويعبي ويود الايه. ما كانش الفرن بالسير كده، لا ده فرن زي الفرن الحطب كده. اه والله. وتعمل يا عم الحاج البتاع طشت قد كده، انا كده اهو طشت كبير كده اهوت ما شاء الله، ومليان انفار بتشيل ومش النفر واحد اللي عامل الشغل ده، وبالعجوه ده برضه وبكده وبالكلام ده. احنا شوف اشترينا شويه قد ايه يعني انا امصمص يعني انا ممكن اخلصهم في الطاقه دي، ممكن اخلصهم في الفيديو ده اللي هو اللي قدامكم ده، واخد بالك؟ فمش عارف انت تسميه ايه، البركه راحت فين؟ الناس الطيبين دول راحوا فين اصلا وسابوا الحاجات الجميله ويعني وخدوا الحاجات الجميله اللي هم ماشيين؟ ما تفهمش. انا بس انا بقول لكم على تجربتي قدام عينيا دي، مش مره ده الافات المرات اشوف المنظر ده والله والله. والناس اللي يشوفوني يقولوا. بس نبدا بقى، نبدا بالبقسماط ده. هو بقسماط او ساده ما لهوش سمسم، ده بسمسم ودوت بسمسم اه ممتاز. احنا دقناه طبعا ممتاز، مستواه ممتاز يا جماعه والله. انا مبسوط من فينيسيا دي، يعني فينيسيا دي بصراحه هو اللي هو دي اللي هو ده هو اسمهم اهو فينيسيا دي في المنصوره عندنا، مش عارف موجوده في القاهره ولا لا. اهي يا جماعه الناس دي انت جيب منهم الحاجه، هي حاجتهم اي غاليه شويه انما مستواها راقي، مستوى النظافه راقي، مستوى الصنعه راقي، مستوى الخامات ممتاز. انا قبل ما انا دقت الحاجات دي كلها حاجات جميلة، بس القصة بتاعت أم ديت الله يرحمك يا أم، الناس الكبار دول خدوا البركة وهم ماشيين يا جماعة، خدوها معاهم كده ومشوا وخدوا حاجة ومشوا اللي هي البركة دي. ونبدأ بقى بداية الشاي بلبن أهو، شاي بلبن أهوت. تقوم بقى تعمل إيه؟ تاكله بكذا طريقة. أنا الطريقة الأولى إن أنت تعمل كده. يا سلام يا سلام. اللهم صل على النبي. الطريقة الثانية إن أنت تقوم واكل كده وتبلبل كده. يا سلام، اللهم صل على سيدك النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. ويا جماعه اعملوا لايكات، يا جماعه اعملوا لايكات، يعني اعملوا لايكات للفيديو. والله الفيديو ما بتعملوا لايك بلقاها رفع كده. اللايك ده بيعرف اليوتيوب نفسه، لان دي كمبيوتر، بيعرف ان انت مهتم بالفيديو، ان انت عملت له لايك مبسوط منه يعني. لايك او يعني اللايك بيخلي الفيديو يقول يوم يرفع كده اليوتيوب يرفع. شايفين؟ جميل. نبدا بقى نخش على ايه؟ الصنف الثاني اللي هو بالايه؟ بالسمسم. طبعا في فرق بين السمسم والساده. السمسم ده يا جماعه جميل جدا، فيه زيوت نباتيه، انا اسمع ان هو فيه اوميجا 3 في السمسم دي، يعني السمسم ده حاجه جميله. يعني ازاي انا اجيبه ناشف ليه بقى كده؟ لا انا اجيبه بالسمسم ده اهو. اهو بيقولوا عليه ساده مش ناشف. ها؟ ساده. اه ساده. انتوا ممكن تسموا الفيديو ده احسن حاجه نشتريها ايه؟ بجد هو عجبني. بس انا قلت لكم يعني الصواني، بقول لك صواني يا عم، صواني يا ابويا. والواحد ما تفهمش يعني احنا كنا بناكله امتى اصلا؟ احنا كنا بنفطر الفطير ونفطر بدنا بالسمنه البلدي كده وبنجان مقلي والكلام ده كله في الفطار.
ده كنا بناكله ايه بقى يعني بتسبيغه مثلا، كان بيتاكل، كان بيتعمل بالصواني، كان مش مشكله مسلف تشطه كده. أيوة. وامك الله يرحمها يا مغا. أيوة. كانت امك بتعمل الحاجات ديت بجد يعني. الفرن كان جنبهم مشجعه يعني. ده لو انت جاي بقى والجوع بيقرص على بطنك، هو ده اهو، هو ده حبيب. ايه الست اللي كانت بتقول حبيبي حبيبي اهو، طيب جميل. في العصر كده وانت قاعد في بلكونه ولا في الهواء ولا. انا حبيت المقصومات ده والله، والله العظيم احنا عايزين يا مسوعين نجيب. اكيد في منه طري كمان. المشكله ان احنا مش قاعدين في المنصوره نفسها يا جماعه، احنا قاعدين في الفلاحين. احنا قاعدين هنا في بلدنا، احنا هنا بلد فلاحين مش بلد بندر. فالمشكله الله يسترها، واحده من اخواتي البنات بقوم طالبها اقول لها اعملي لي كذا، والام جايباه وبعتهم برضه مع اولاد اخواتي الله يسترهم برضه. فانا بشكرهم من هنا من المنبر ده. طيب نخش بقى على ايه؟ على ده هو الصينيه بتاع ده. شوف ده بقى. لا وكمان ال شوف ده، ده بقى عجبني قوي قوي قوي. العجوه ده محطوط في العلبه كده بيحفظها. اي أيوة والله العجوه ما يتكسرش. اه محطوط في العلبه دي ما يتفرفتش لانه جاي من سفر. هشوفه شوفه شوف هنا حلو قوي. اولا كميه العجوه ده احنا اشتغلنا مره، حد اشترى لنا من هنا. هو عامل حاجه زي دي رمناها. هو مقطعها كده حته من فوق عشان تقطم حته. هو مبروم يا ام سهيله، مبروم اهو. أيوة. مبروم يا جماعه اهو يعني تبرم. بس انا يعني انا ممكن اعمل الحاجات دي والله وتطلع معانا جميله. بس انا عايز اقول ان هو المكان ده مستواه ممتاز والناس بقت تعبانه. انت عارفين احنا بنتاخر عليكم في الفيديوهات ليه الايام دي؟ والله انت عارفين ليه؟ صحه. لا لا صحه والله. ما الحر فرضنا والحر فرضنا والكهرباء بتقطع بتفرضنا وصحه. الواحد بقى صحته كويسه بتلاقيه يعني. احنا الوقت الساعه كام؟ يعني انا اقول لكم الساعه كام؟ الساعه الوقت 12 ونص بالتوقيت الصيف. لولا ما انت قاعد في كده في وعلى ما جه من المشوار. اه والله العظيم. وعلى ما جه من المشوار بسم الله. نجرب بقى ونقول لكم بقى ده. اللهم صل على النبي. احيانا خلي بالك، احيانا تجيب العجوه دي بتاع اللي زي ده من محل تلاقي العجوه دي فيها رملايه كده. لا ما شاء الله. ركز معايا. ركز معايا بقى هنا. ما شاء الله. ممكن تلاقي فيها رملايه. ماهيش موجودة هنا الحمد لله. جودة في الشغل. الريحة ده معمول بزبدة حلوة. زبدة فرنساوي بقى ولا زبدة نظيفة. اللي احنا بنجيبها اسمها ايه؟ ممكن تقول ايه؟ اللي احنا بنجيبها مش عارف فين يا بنتي. بتسيبنا وتمشي. بتسيبنا وتمشي ليه يا اسمها لوك. لا غير اللوك. اسمها ايه؟ دي سايدة دي وحطينا في نيوزيلندي. نيوزيلندي اه بس الزبده دي ممتازه بقى سايبه كده. عجبني قوي والله يا جماعه، عجبني قوي النوع ده حبيته. الزبده فعلا اولا معموله بيه نظيفه. يعني انا بصحى قبل ام سهيله يجي بساعه او بساعتين، بقوم واخد دواء الضغط بتاعي باخده على الريق. المفروض بعد نص ساعه اكل اي حاجه. ده يقوم قابل واحده من دي بقى يا سلام وسلام وصلاه النبي احسن. اي أيوة والله اي أيوة حياه المصحف دي تقدر تخليك في مستوى في مكان تاني. اه وانا هنا من المنبر ده بشكر الناس بتاع فينيسيا. اه هات. وبشكر زينب اختي، بشكر زينب اختي الله يسترها ويبارك لها في ولادها يا رب. هي اللي جابت لي الحاجات دي نفس المره يا حاج. اه نفس جابت لنا الحاجات دي وجابت لنا حاجات كمان اهي جميله قوي يا جماعه من عند الناس ده. هيك من عند النقيط. دي مكان تاني. الناس ده يا جماعه شوفوا انا النقيط. شايفه بلحة؟ ايوه. اه يا جماعه بصوا جابت حاجات لنا انا بصراحه كنت مستقله ما كانش عندي بلح. جابت بلح سايب اهو. هو اسمه نفس اللي في القلب على فكره. اه اللي هو انا ده كنا بنجيبه ده من زمان يا حاج. اسمه نفس اللي في القلب. كنت انا بجيبه من متر. اه. الجنيه دي اهو. وجابت البلح ده. كانت مستقله اول بس اول. بس جيد فعلا. اول سنه البلح يطلع من عندنا. البلح ده يا جماعه يعني انت نرجع تاني للموضوع ان انت تصحى الصبح وكده. انت تصحى الصبح وكده باين. ايوه. اه يا جماعه بصوا ان انت تصحى الصبح وما تلاقيش البلحه ديت. هم ثلاث بلحات او بلحايه واحده تاخدها الصبح. لا تاخدها الصبح بتنبهها. ما هم في اليوم ثلاثه. انا سمعت الراجل شيخ الله اعلم بقى بصحه الموضوع قال لك ان ديت
بتبعد عنك اي حاجه وحشه. البلحه اللي بتاخدها دي بتعمل عندك حاجه كده بتخلي عندك زي الخرزه الزرقاء كده اللي ايه تمنع الحسد والكلام ده. الله اكبر. بيقولوا لي بقى في التعليقات مش عارف الكلام ده مظبوط يا سويلة. سويلة بنتي بتقعد اه يعني هي ايه لها طريقتها في الحاجه بس في التعسف. اي والله كانت راحت تشتري لي تليفون النهارده الله يسترها اتبهدلت في الحاره. هبقى اعمل لكم عنه ريفيو ان شاء الله اول ما ايه ما انا بحب الجنيه ده نفتح. اه جنيه ده جميل. هلا انا عموما مش عايز اطول عليكم اهو. اه بصوا خدي الصوره كده يا سويلة خدي الصوره كده مش مسكر. اه خدي الصوره كده سويلة بتقول لك البلح. خدي الصوره دي صوره الفيديو. هات ارفع شويه جميل. بصوا يا جماعه انا مبسوط قوي من التعليقات كل الايام دي. واحد بيقول لي كلام جميل او بيقول لي انت راجل اصيل وانت الحكايات بتاعتك دي انا مبسوط منها. انا عايز كلكم بقى تقولوا لي انه اتكلم في الحكايات دي وفي التراث بتاعنا والتراث بتاع امي الله يرحمها. الله يرحمك يا امه. الله يرحمها على امي يا جماعه. امي دي تستاهل كل خير. الله يرحمك يا امه ويجعل مسواك الجنه انت وباطي لا لا مش هديك. انت الله يرحمك ياما انت وباطي وعمامي وعمامي يعني وعمامي وخالي سعد وخالتي رمزيه اللي هي حماتي انا ام سهيله ويرحم اموات المسلمين اجمعين يا جماعه. ارحموا عليهم وادعوا لي يا جماعه ان ربنا يعافينا. والله قله الفيديوهات بسبب قله الصحه ودمتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم بخير.